السلام عليكم، بنات كديري، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما سبق لكم وشاهدتوا معايا في الفيديو، اليوم غادي نحضر معكم واحد لي شوسون كيجيو رائعين بحوش والديدة. كما كتشوفوا هنايا عندي المقادير، عندي تقريبا نص كيلو ديال الطحين الفورس، ضفت ليه ملعقة ديال سكر سنيدة، وخميرة حبيبات ديال الخبز، واحد خمارة حمراء، هاد العجين هذا راه كيجي رطب بزاف وكيصلح يعني لجميع المعجنات او المملحات. ضفت واحد قبصه ملح وتقريبا واحد 4 كاس ديال زيت المائده. هنا البنات غادي ندير تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال حليب بودره، واللي ما توفرش ليه البنات الحليب بودره ممكن يعوضوا، يعني عوض ما يعجن العجين بالماء يعجنوا بالحليب دافئ، او لا يضيف كاس ديال الماء ويكمل بالماء، عفوا يضيف كاس ديال الحليب ويكمل بالماء. هنا غادي نخلي العجينه ديالي تخمر وندوزو باش نوجدو الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه عندي هنا واحد 2 بصلات مشلضين، درتهم مع واحد 2 معالق ديال الزيت. هنا عندي تقريبا واحد 3 الخيزوات طحنتهم في الطحانه هذه، او لا ممكن تحكوهم في الحكاكه الرقيقه. ضفتهم لهذاك البصل وغنخليهم يتشحروا مزيان في هاد المقيله هذه. من بعد غادي نضيف لهم البنات الكفته، ممكن ديروا صدر الدجاج او لا بيبي على حسب متوفر عندكم، او ممكن ديروا حتى يطيب لكم يعني الحشوه ديالكم. ومن بعد ضيفوا لها الطون، كيبقى داكشي على حسب الذوق ديالكم. هنا غادي نبدا نضيف في التوابل. درت البنات سكينجبير والخرقوم، وكذلك واحد راس معلقه ديال السودانيه والبزار. غادي نحرك هاد العناصر كاملين ونخليهم يتشحروا ليا مزيان. الملح من طبيعه الحال ضفته في الاول مع الزيت. هنا غادي ندير شويه ديال البابريكا او الفلفله الحمراء حلوه تحميره. هنا من بعد ما طابت لي ديك الحشوه ديالي ضفت لها واحد 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نخليوها جانبا تبرد. هنا كما كتشوفوا العجينه ديالنا من بعد ما تضاعف الحجم ديالها واختمرات، كما كتشوفوا راه كتجي رطبه بزاف. غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الطحين. الحشوه ديالنا كما كتشوفوا حتى هي راه بردات. غادي ناخذ داك العجين ديالي، غادي نحيد منه البنات الهواء او داك التفاعل ديال الخميره بهذه الطريقه هذه، وغادي نشكلو كريات. انا البنات كنديرهم شويه كبار في الحجم. هنا من بعد ما ارتاحوا لي دوك الكريات تقريبا واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق، كنبدا نطلق فيهم بهذه الطريقه بالدلاك، يعني وما كتطلقوهمش حتى يكونوا رقاق بزاف، يعني سمكة هكا متوسط كما موضح لكم البنات في الصورة. وغادي نشكلهم بشكل بيضاوي طولي. غادي ناخد تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الحشوة اللي تكونوا متأكدين البنات بأنها بردات تماما. وهنا البنات قبل ما تطويو خصكم تدهنوا دوك الجوانب ديال العجين ديالكم بالماء، وغادي تطويو بهذه الطريقه. ممكن يعني تضغطوا عليهم غير بالاصبع ديالكم ولا بالفرشيط على حسب نتوما شنو الشكل اللي بغيتوهم يجيو عليه بهذه الطريقه هذه. وغادي نستفهم في الطاوه ديالي ونستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. كما كتشوفوا راه كيجيو كبار في الحجم، انا كنفضلهم هكايا كبار، وانتم كيبقى لكم الاختيار. هنا كما كتشوفوا معايا لي شوسون ديالنا من بعد ما ضعفوا في الحجم واختمروا كندهنهم بواحد صفار بيضه بهذه الطريقه هذه، وغادي ندخلهم الفرن اللي سبق لي وسخنته، وغادي نطيبهم ونتلاقى معكم ان شاء الله مع الشكل النهائي.
وهذا هو الشكل ديال لي شوسون ديالنا. زينتهم شويه ديال الفرماج والمعدنوس، كيجيو رائعين، والعجينه ديالهم البنات رطبه بزاف وخفيفه. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وبالصحه والراحه، والى فيديو اخر ان شاء الله.